تشجيع الاقتصاد التدويري كخطوة نحو التنمية المستدامة وتأكيد على ضرورة تبني المؤسسات الصناعية استراتيجية ترسخ المسؤولية البيئية هو ما أكده المشاركون في لقاء إعلامي نظم تحت عنوان المسؤولية البيئية في المؤسسات. Maintenant avec l'économie circulaire معناتها rien n'est perdu ولا شيء يضيع فكله مرسكل وهذا في الحقيقه يعمل على اعطاء يعني une certaine autonomie par rapport à l'importation de certaines matières premières اللي احنا نعاني منها ولهذا انا نقول انه يجب القطاع هذا يجب ان يحظى بعنايه كبرى الشركات بشكل عام يعني راهي دخلت في استراتيجيات جديده في حمايه البيئه معالجه النفايات رانا نشوفوا بلي كاين خطوات راهي تتبناها الشركات في ميدان لا سيرتيفيكاسيون ايزو 14000 اللي هي فيها موضوع كبير حول معالجه النفايات وحمايه البيئه ورانا نشوفوا بلي الديناميكيه هذه في الشركه الجزائريه راهي تتقدم إعادة تدوير المخلفات الصناعية وتدعيم الوعي البيئي لدى المتعاملين الاقتصاديين خيار يفرض نفسه اليوم كضرورة للحد من التلوث البيئي من جهة وتوفير مناصب شغل جديدة من جهة أخرى. 100,000 يعني هذه أقل تقدير وفيها 40,000 يعني سي دي بوست فيكس يعني مباشر الباب مفتوح للاستثمار لكون ما كانش حتى 7% الاستيعاب يعني باقي 93% من النفايات مازال ما تبحث على يعني على استرجاعها من جديد. اليوم الإعلامي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كان فرصة للإعلان عن تنظيم الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات الذي سيحتضنه قصر المعارض في 11 من أكتوبر المقبل.